سبق الليبيون السودانيين بالثورة بقرابة 8 سنوات. في ليبيا أزالوا نظام القذافي واستبدلوه بعدة أنظمة، وفي السودان أزالوا نظام البشير واستبدلوه بلا أي نظام. وضع البلدان بمعية الدول الكبرى خارطة طريق نحو الاستقرار. في ليبيا أعلنت فشلها قبل نهاية العام 2021، أما في السودان فهي كذلك أعلنت فشلها قبل نهاية ذات العام، والآن كلا البلدان يسيران في طريق مجهول، فمن يسبق الآخر نحو الانفجار الكبير؟ البداية من البلد الذي ثار قبل الآخر، من ليبيا، أرض أحفاد المختار والنفط والغاز. يتذكر الجميع حين أعلن الليبيون وقف الحرب بينهم، ليس لأنهم يريدون وقف الحرب أو إراقة الدماء، بل لكون تدخلات خارجية عطلت حسم طرف الحرب على حساب الطرف الآخر. ولكي تسمى الأمور بمسمياتها، وقف جيش الشرق الليبي على أعتاب العاصمة طرابلس، وكان قاب قوسين أو أدنى من دخول العاصمة وتوحيد البلاد، إلى أن جاءت تركيا عبر البحر المتوسط الغني بالغاز وقالت لا، فوحدت الميليشيات في الغرب ودعمتها لتتراجع قوات الشرق. لا بل لحقتها القوات الغربية وتقترب من سرت حتى دخول مصر على الخط، وتهديدها الصريح بالتدخل المباشر في حال تجاوز الأتراك ومن يدعمون خط المنتصف، فانتهت المعركة بلا غالب أو مغلوب. وفي الواقع هي لم تنتهي بل تجمدت في مكانها، وانطلقت معركة أخرى في أروقة المجتمع الدولي لرأب الصدع ووضع خطة للمستقبل، سميت كما دائما خارطة طريق، كان من المفترض أن تكون نهايتها بانتخابات رئاسية وبرلمانية قبيل نهاية العام 2021. وفعلا هذا ما حدث، ليس الانتخاب المقصود، إنما السير حسب المخطط. ترشح جميع الليبيين تقريبا للانتخابات، حتى ساد اعتقاد ساخر أنه في ظل ترشح الجميع من أين سنأتي بمقترعين؟ وعقب الترشح بدأت الاعتراضات، وتحديدا من الميليشيات المستفيد الأكبر من الانقسام الحاصل، حيث تحولت بعد انقضاء الثورة إلى عصابات همها جمع المال وإبقاء النفوذ. وعند ذكر الميليشيات يأتي ذكر الغرب الليبي الذي يعج بمثل هذه العصابات أو الحركات المسلحة، ولا خلاف على التسمية. فالنتيجة تمكنت هي والخلافات السياسية من تأجيل الانتخابات، وبمصطلح أكثر دقة من إلغائها. فلا أحد يريدها في ليبيا إلا الشعب الذي سئم حالة لا استقرار هذه. أما زعماء الحرب فمصلحتهم ما يجري على أراضيهم، وعلى بركة الله عادت البلاد إلى مربعها السابق، لا حرب ولا سلم ولا تصالح. وقبيل أن نبدأ بالحديث عن المستقبل، لا بد من توضيح نقطة مهمة في الحديث عن غرب ليبيا وشرقها. نحن هنا لا نقصد غربا موحدا أو شرقا موحدا، فالغرب غروبات كثيرة وليسوا على قلب رجل واحد، كذلك إخوانهم في الشرق ليس هم الآخرون على قلب رجل واحد، وهذا يعطينا مؤشرا عن مستقبل البلاد. فلا بارقة أمل حتى الآن تقول إن ليبيا ستعود واحدة، فكل يغني على ليلاه. ومن ليبيا إلى منافستها بعدم الاستقرار، السودان. سريعا ننظر لحال السودان كما فعلنا في ليبيا. بلاد الجزء الثاني من النيل أنجزت ثورة على نظام البشير، وكما السيناريو في بلاد أخرى خرجت ثورة مدنية وتدخل الجيش فسقط النظام. لكن نسي أهل السودان أو غاب عنهم أو تم منعهم، تختلف المسميات، لكن النسيان واحد، فقد نسوا أن يأتوا بنظام بديل
ليتم صياغة حكم مختلط بين مدنيين وعسكريين الكلمة العليا فيه للجيش، ووضع الطرفان أي المدنيون والعسكريون خارطة طريق تختلف قليلا عن خارطات الطرق في الدول الأخرى، بموجبها يتقاسم الطرفان الحكم ضمن فترة انتقالية للوصول لحياة ديمقراطية يختار فيها الشعب من يحكمهم. وفعلا في أكتوبر العام 2021 قام الجيش بقطع الطريق أي طريق خارطة الطريق، ومعها قطعت الخارطة نفسها، وحصل ما وصف لدى كثيرين بالانقلاب من العسكريين على شركائهم المدنيين. لكن لأن السودان غارق بأزمة اقتصادية ويفتقر لما يوجد في ليبيا من مصادر للطاقة، جعلت سطوة المجتمع الدولي عليه أكبر، ولأن شبابه خرجوا ضد البشير من أجل سودان جديد وليس سودان جديد بذات الملابس القديمة، أجبر الجيش على التراجع وعادت البلاد لمربعها الأول، وعاد المدنيون والعسكريون لتقاسم السلطة. ولكن المربع الأول بعد تحرك الجيش بات أضيق من أن يحتمله السودانيون. استمرت المظاهرات واستقال رئيس الوزراء المدني المعروف بحمدوك وترك العسكر في مواجهة الشعب، فسقط العشرات من المتظاهرين بين قتلى وجرحى ومعتقلين، ووضعت البلاد قدمها رسميا في نفق المجهول. نعم، نفق المجهول ذاته الذي سبقتهم جارتهم ليبيا إليه. فلا العسكر قادرون على حسم الأمور ولا المتظاهرون يقبلون بالعودة إلى زمن حكم الجيوش، وبخطى ثابتة وصلت البلاد إلى حالة لا استقرار في ظل مبادرات تخرج من هنا وهناك لعلها تعيد تصويب الأمور، لكن لا أحد يقبل التنازل في البلاد التي عاصمتها الخرطوم. وأيضا هنا الكل يغني على ليلاه. وبالعودة لسؤالنا الرئيس، من ينفجر قبل الآخر، السودان أم ليبيا؟ أغلب المؤشرات ترجح كفة السودانيين، ليس لأن ليبيا وجدت ضالتها، إنما لأن في ليبيا ما يثبت الوضع القائم وهي المكاسب الاقتصادية لأطراف الصراع، فالبلاد غنية بالموارد وتحديدا الذهب الأسود والغاز، وكافة أمراء الحرب مستفيدون، وحالة الضباب هذه فرصة لملء الجيوب. أما في السودان فالبلد أيضا غني بالثروات، لكنها ليست من الثروات التي تطفو على السطح كما في ليبيا، بل إن شعب السودان يمر بأسوأ فتراته الاقتصادية، والفقر والبطالة وبقية مؤشرات السوء بارتفاع، والاختبار هو اختبار صبر السودانيين. إلى متى وكيف سينتهي؟ وكيف سينتهي هذه هي التي تنذر بانفجار كبير قد يحرق الأخضر والمدني في البلاد، وقد يسبق انفجارات أخرى قد تقع في بؤر ملتهبة من مناطق أخرى من هذا العالم الذي لم يعرف يوما الهدوء.